انا واحد من النادي الاهلي، انا بشبه النادي الاهلي بانديه اوروبا في ارقام. لما تيجي تتكلم على بايرن هتقول، مش هتقدر تقول حاجه ارقام بايرن. بايرن ايه ارقام؟ طبعا يعني كسبت كام بطوله، حققت كام لقب، لكن ما حدش هيفتكر انك وطبيعي لعبت ماتش وحش يعني. وطبيعي ان كلامي انا هبقى قليل، طبيعي ان انا كلامي قليل، بس انا ما اروحش للكلام لحد بيتكلم كتير، هبقى في نفس الاتجاه. وكمان لما اروح له في حتته مش هبقى زيه، ان هو بالزبط. هو شاطر فيها، انا مش بالزبط. شاطر، انا شاطر في ان انا بساكت. فمهم جدا ان انا ما اروحش الحته دي،